منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. من جديد في منتدى الحياة، مرحب بكم الناس الكل. نعود نذكر الناس اللي تحقوا بينا في الاستماع، موضوعنا لليوم هو اضطراب ثنائي القطب. كنا بدينا معك مدام سونيا جبيلي الأخصائية والمعالجة النفسية، بدينا بتعريف الاضطراب هذية، فسرنا أنه الاضطراب هذية هو يتفرع من اضطراب الاكتئاب، وحكينا شوية على الأعراض متاعه وإلا كيفاش يكون الكومبورتمون متاع الشخص اللي يعاني من الاضطراب اللي توصفه نجم نوصفه به جستمون، اللي هو المزاجية نتاعو متقلبة برشا في وقت معناها امتدادا في الزمن، معناها مش حالة نتاع باش تجي في دقيقة دقيقتين ولا نهار نهارين، معناها يتزامن بها تقلبات المزاجية. ساعات تلقى في نفس اللحظة يضحك ويبكي فرد وقت، انت ديجا ما تنجمش تفسر، ديجا ماكش تعرف في سبب يخليه كونه يتحط في الوضعيه هذيك، وهو يبدا مستوعب ولا لا؟ لا لا جوستمون ان فيت هو بيدو يبدا في حيره، يقول انا شبيني هكا يا اخي، هاني كنت لابس شبيني، نحس روحي تاو متقلق ايتترا، معناها تطغى عليه سورتو كي يبدا حاد جدا معناها الاضطراب هذايا، دونك يولي الانسان مغير واعي، خاطر هو كان جا واعي بالمزاج نتاعو راه نجم يتحكم فيه بيسكو هو مش واعي بيه، دونك مش واعي بيه بمعنى ما يلقالوش تفسير هذاك شنو نقصدوا به واعي، على خاطر نحن لو كان نخلطوا هو ديجا وقتش المريض يطلب العلاج، وقت اللي يبدا واعي اللي الحاله هذيك تقلقه وتوقفه على تاقلمه في الحياه الاجتماعيه نتاعو، معناه يولي ما عاش اجتماعي، يولي مرفوض من جراء التقلبات هذيك، لكن هو ساعات يحس روحه كاينه حاجه عاديه باش يحسها في الاوقات المختلفه وفي التقلبات نتاعها، دونك يبدا ماهوش واعي اللي هو يلزموا معناها الكونسولت باش نجموا نعاونوه. فوالا به هذا بالنسبه للاعراض، خليني نقول والا شنو الحاجات اللي تخلينا فوالا الاسباب المباشره، اكيد فما اسباب تخلي بعض الاشخاص يعانيوا من الاضطراب هذايا، معناتها علاش يكون عند اشخاص واشخاص ليش، شنو الاسباب؟ كيف اي اضطراب او مرض نفسي ينجم يكون فيزيولوجي، ينجم يكون وراثي نجم يكون وراثي، ودايوغ الاضطراب الاكتئاب الكل معناها فيه الجانب الوراثي، نجم يكون معناها عنده دي بارون ديجا مثلا بوه ام في العائله نتاعو الممتده، زاد نجم يكون انسان مرض قبل بالمرض هذايا، في نجم جوستمون يكون عند كاركتير هيريديتير، دونك عنده الميزه الوراثيه اللي نجم معناها نورثوا اضطرابات مثل اضطراب القطب ثنائي القطب. كيف ما قلنا نحن فيزيولوجيه، دونك نظرا للهرمونات وتقلبات الهرمونيه زاد كيف اللي هي تنجموا، هذاك علاش دايوغ الاضطراب ثنائي القطب فيه زوز انواع من العلاجات، فيه العلاج بالادويه اللي هو جوستمون باش يعمل توازن معناها توازن على الهرمونات اللي هما معناها ريسبونسابل على المشاعر والاحاسيس والمزاج هذاك، وفيه العلاج النفسي اللي هما التعهد النفسي، دونك الخطط العلاجيه اللي نجم يطرحهم المختص على المريض على حسب الحاله نتاعو وعلى حسب حده الحاله نتاعو، باش ينجم جوستمون اذا ما يبراش على الاقل تصير له معناها يكون معناها متوازن المرض عنده، باش ما نبداوش عندنا معناها فترات معناها فيها تقلبات كبيره وفترات بالعكس، خاطر هو هذاك هو الاشكال غيالمون اللي هو عنده تقلبات كبيره مزاجيه، اللي فترات تكون تقلبات قويه برشا وساعات تكون تقلبات اخف برشا، اللي نحن نسخيلوه اللي هو لاباس وسيي وما عادش مريض، هذاك علاش نحكيو عليه زاد على خاطر هو اضطراب مزمن على خاطر يتعدى بالمراحل هذوما، معناها في فترات تلقاه متوازن ويحاول كيفاش يسيطر على المزاج نتاعو، وفي فترات ما عادش تقلبات تكبر به برشا والحده نتاعها تكثر، فما عادش ينجم يسيطر جوستمون على التقلبات هذيك. بما دام سونيا الصدمات النفسيه والى المشاكل اللي تعرض لها الانسان في حياته تنجم تكون زاد هي من الاسباب المباشره معناتها للاضطراب هذايا والا للاصابه بالاضطراب هذايا. اي الصدمات النفسيه اي تنجم الصدمات النفسيه تاثر على الانسان كي يبدا هو ديجا احنا نقولوا تيران فافورابل للاضطراب هذايا، دونك ارضيه جاهزه عنده للاضطراب هذايا، على خاطر عنده ديجا معناها وراثيا معناها عنده في العائله شكون مرض بها، فهو يكون اقرب في الصدمات النفسيه باش يظهر عنده، هو ديجا يبدا موجود
ولكن الصدمه هذيك هي اللي خلاته يدكلانشي المرض هذاك مع الاضطراب هذايا. يعني الاضطراب يكون موجود والصدمه هذيك هي تعاود معناتها تازم المزاج والأداء. يظهر معناها يظهر يكونوا معناها نحن كيف ما نقولوا نحن تكون المرض ريقت ومن بعد فجاه نقطه يخلي المرض يظهر. كيف مثلا امراض السكري دونك الناس المرضى بالديابيت ديابيتيك فما انت ونوع المرض السكري انت والنوع نتاعو انت والتيب نتاعو تيب ا ولا تيب بي ذيك علاش يبدا ساعات انسان متوازن حياته كامله ما عندوش مشاكل في معدل السكر في الدم ومن بعد اثر صدمه او حادث او حاجه مقلقه في حياته اللي ما نجمش يتجاوزها في الفترة هذيك فوقتها يولي عنده المرض السكري لكن هو موجود في بدنه من قبل. في الدرجة الأولى للأشخاص اللي يعانيوا من الاضطراب هذية فما طرق للعلاج نجمو نحكيو على مثلا طرق للعلاج اللي تخلينا ما نوصلوش المراحل المتقدمة من الاضطراب هذية ما يزيدش يتطور أكثر. صحيح هو ديما نفس الشعار يا سيوار على قد ما نفيقوا بالاضطراب على بكري على قد ما التداوي يكون ناجع. تشخيص المبكر بيان سور كي نحكيو على تشخيص نعاود يا سيوار برشا النفس بتدخل ملاحظه نقولها في كل حصه ما يلزمناش نمشيو لاي مختص راه مهم جدا انت تختار المختص اللي انت عندك فيه ثقه باش يكون تشخيصه معناها ملم وشامل وواضح للحاله اللي انت فيها دونك على خاطر قد ما يكون تشخيص واضح على قد ما تكون العلاج معناها الخطه العلاجيه المقابله تكون ناجعه كسوا الخطه العلاجيه عن طريق الأدوية أو عن طريق العلاج النفسي دونك كان مشى للطبيب نفساني دونك اكيد هو كي باش يعمل تشخيص باش يعطيه الادويه اللي يستحقهم في المرض هذايا ويلزمو زاده يعمل يتابع الحصص نتاع البسيكوثيرابي دونك المعالجه النفسيه من خلال مختص كسوا هو طبيب نفساني او بسيكولوج او اخصائي نفساني. يعني قد ما نفيقوا بالاضطراب هذا على بكري قد ما تكون النتائج اقل اي على خاطر نحن مش باش نخليو الحده نتاعنا كيف نفيقوا به بكري يبدا خفيف خير من يبدا متوسط ومتوسط خير من عميق وعميق خير من شديد فهمت درجات هما هذاك علاش يلزمنا ديما قد ما نفيقوا بكري قد ما الحده نتاع الاضطراب هذاك تكون اقل. باهي توا خلينا نحكيو شويه على كيفاش نتعاملوا مع الاشخاص اللي يبداو في المخ نشوفوا الاعراض مع بعضنا بوتيتر كيفاش نجموا نفيقوا كيفاش نجموا نفيقوا بانسان عنده الاضطراب هذاك تسمح سيوارا اي اكيد باهي دونك قلت لك هو ديجا يجبد برشا من التابلو كلينيك نتاع الاكتئاب اضطراب الاكتئاب اش معناها؟ معناها هو كيف مرض الاكتئاب في حاجات ولكن الميزه نتاعو قلنا التقلبات المزاجيه دونك بخلاف التقلبات المزاجيه هاو شنو نلقاو كي نقولوا تقلبات مزاجيه راهو بحده وفي وقت زمني اطول مش معناها وما فماش سبب مباشر دونك رد بك فماش حاجه اللي قلقته لا اون فان كونت يتقلق وحده يضحك وحده معناها دقيقه تلقاه يضحك وشيخ وعامل جو وفيسة ما يتقلب للنقيض نتاعو اما في الحالات الكل معناتها تطول شويه الفتره هذيك كان يضحك باش يقعد يضحك برشا كان باش يبدا متازم تقلب معناها كل مرة في حالة وتقعد برشا هذه الحالة متزامنة في وقت ما فماش سبب مباشر أو رئيسي اللي نجم نحن نستندو عليه باش نقولوا هذاك علاش هو في الحالة هذيك ما نلقاولوش سبب جوستومون دونك كيف نلقاو عنده يا انخفاض في النشاط اليومي نتاعو معناها تحسه ناشط وساعات تلقاه معناها راهو فيه الكسل وهو مش كسل اون فان كونت هو فقدان للطاقة ما نجمش يقوم بالفرش ما نجمش يقوم بأعماله اليومية ما نجمش يتبع نظامه اليومي اتسيتيرا كيف مشكلة كبيرة في التركيز على خاطر مربوطة بالطاقة اش معناها؟ معناها هو قد ما نحن نفقدوا الطاقة نتاعنا اش معناها؟ قد ما نفقدوا معناها التركيز قد ما نفقدوا الانتباه بلوتو قد ما نكونوا مركزين قد ما نكونوا منتبهين وعلى قد ما يقل الارتكاز التركيز يقل الانتباه صحيت دونك تلقاه ساعات في حاجة تحكي معاه بعد تقول لك انت حكيت معايا انت قلت لي انت فكرتني ما شوف ما فكرتنيش تقول لا فكرت قلت لي ما نذكرش دونك تقولش عليه عنده مشكله في الذاكره لو هو مش مشكله في الذاكره هو مشكله في التركيز ما يركزش معاك مثلا ما نجمش تعطيه ثلاثه اربع تعليمات فرد وقت ما نجمش يتبعها يلزم كل تعليمه تعطيه له وحدها معناتها عنده مشكله في التركيز وفي الانتباه صحيح وهذه كيما معناتها حاله الفرحه والا الغش كيف تطول زاده معناتها صحيح افكتيفمون حاجه اخرى اللي هو عنده اضطراب في النوم
تلقاه يا يرقد برشا يا ما يرقد يا النوم نتاعو متقطع كيف ما الاكتئاب، والا تلقاه يخول ديما النوم ويمشي بعد على المجتمع ويبعد على الاسره ويبعد على التواصل ايتترا. كيف كيف عنده اضطراب في الاكل والطعام، معناها تلقاه فقدان الشهية صحيح، فقدان الشهية، وفقدان الشهية ماهوش نتاع نهار نهارين سوا، معناتها تنجم تدوم اشهر، معناها اللي هو ينجم يوصلوا لمرض اخر في امراض اخرى صحيح، والا العكس، والا تلقاها خاطر مش مركز اسكو كلي ولا ماكليش، دونك تلقاه ياكل اتوغي اترافير، معناها ياكل كل شيء قله التركيز ولا صحيح ايفيكتيفمون. شنو اخر دونك كيف كيف، دونك حكينا عن النشاط، حكينا عن النوم، حكينا عن الاكل، لي بيغ دانتيغي واللي ما عادش يهمه في حتى شيء، ما عادش نجم يعمل اصدقاء، دونك حتى حياته الاجتماعيه تتقلص تتقلص من ناحيه الاصدقاء والعائله. علاش؟ على خاطر مش يفهموا المزاجيه نتاعو، معناه نهار يحكي معاك محليه ما بنو يهبل ويضحك وايجابي، وفجاه ينقلب وما تبماكش فاهمه علاش انقلب بالطريقه ذيك، معناها من نقيض للنقيض رانا نحكيوا على سوارا، دونك ملي يكون فرحان برشا يولي مكتئب برشا. ما فماش كل الحاله المتوسطه معناها، ويصعب التعامل معاه برشا خاصه في المجال العملي، معناها بروفيسيونيلمون بارلون كي يبدا عنا انسان حامل الاضطراب هذايا راه يصعب برشا طريقه التعامل معاه او التواصل او خاصه الاشتراك في عمل جماعي. معناتها ما عنده، معناتها هذا الكل ينجم يعمله اللي هو في حد ذاته مشاكل في هو مشاكل اللي هو مشاكل زاد المحيط اللي يكون عنده ليسبري ديكيب، مش باش يتقبل، مش باش ما ينجمش يكون ليدر على خاطر يفقد النشاط نتاعو ويفقد التركيز، دونك برشا مشاكل نجم يكون مهنيه من جراء الاضطراب هذا. وحتى على مستوى عائلي، حتى في العائله نتصور زاد معناتها تعمل مشاكل الاضطرابات هذه اكيد، خاطر ما نفهموش سورتو كي نبداو ماناش واعيين، ما عندهمش فكره صحيح، نبداو مش واعيين بالاضطراب هذايا، ماناش واعيين بالاعراض نتاعو، وزاد ماناش واعيين اللي نحن لازمنا نمشيو نباشروا باش نشوفوا علاش الانسان هذايا عنده التقلبات هذايا. ساعات يمشي في بالهم لهذيك الطبيعه طبيعته كيكه، يقول لك طبيعته خايبه، فهمت؟ ديما على غالب نحن عندنا الرعواني برشا في افكارنا دونك طبيعته خايبه، شخص وحدنا طبيعته خايبه، ليه هكاك هو ياسر رجولي دونك ما يحبش الحاجات ولا ما عنده حتى علاقه لا بالرجوله او بالطبيعه ولكن عندها علاقه مباشره بالاضطرابات النفسيه. بهي احنا باش نحكيو على طرق المعامله بعد ما قدمت لنا الاعراض، باش نسالك سؤال ومن بعد نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى باش ما نطولوش برشا على مستمعينا. اكيد نعاود نذكرهم ديما 70 035 120 على ذماتهم يكلمونا. حبيت نسالك مدام سونيا، اسكو اليوم في العائله ديما العائله اللي هي معناتها تبدا منها يبدا منها الصغير والا اللي الشخص اللي يعاني من الاضطراب هذايا، اذا كان العائله ما يكونوش فاهمين الاضطراب هذايا والتصرف نتاعهم يكون عادي، يتصرفوا معاه كانه شخص عادي طبيعته صعيبه، يعني يتعاملوا معاك كما تقول انت طبيعته صعيبه، مزاجي يقوم منرفز، ما تعرفش عليه وقتاش يتقلب، مش باش يزيد ياثر عليه زعما معناتها اكثر، وباش يزيد يخلي وضعيته تزيد تتازم اكثر واكثر، اللي هو عدم قبوله او عدم الوعي بالاضطراب هذا باش نعاملوا عدم القبول، وانك باش تقعد تتعامل معها على اساس انه هو مش عنده اضطراب، على اساس انه هو طبيعته هكاكه، وتبدا انت بيدك معناتها العائله يبداو مش متقبلين، اكيد باش يزيد يعقد المشكل على خاطر نحكي نقبل نحن على الحدة متاع الاضطراب هذية، دوك على قد نحن مانيش واعيين اللي هو اضطراب على قد ما الحدة متاعه باش تمشي وتتفاقم، فكيف ما قلنا معناها قد ما يكون التشخيص مبكر قد ما يكون العلاج معناها في بلاصته في محله، ونجم نخلطه نتيجة التأقلم وكونه يتعايش بطريقة عادية في المجتمع. بعد شوية أكيد مدام سونيا باش نحكيو معاك على العلاج، وباش نحكيو زادة كيفاش نتعاملوا معهم في برشا وضعيات، نعطيو معناتها دي زيكزامبل للناس اللي يسمعوا فينا باش نقربوا الصورة. والمهم اليوم والهدف الأساسي من حصتنا ومن طرحنا للموضوع هذايا أنه اليوم نعرفوا بالاضطراب هذايا باش الناس نعرف وتفرق، وباش على الاقل نعرفوا كيفاش نتصرفوا، الناس اللي عندهم يحسوا في رواحهم لقاو برشا حاجات من الاعراض هذوما قاعدين يعيشوا بهالسلوك هذايا والا بحاجه من اللي كنا نحكيو فيه، شنو ينجموا يعملوا هذايا كلها، هذا هدفنا الاساسي من حلقتنا اليوم. احنا مازلنا مواصلين معاكم انت وحتى الاربع متاع العشيه، ما تبدلوش الموجه، خليكم معنا.
مازلنا مواصلين معكم المشوار في منتدى الحياة حتى للأربعة متاع العشية، نحكي على اضطراب الثنائي القطب. وصلنا معك مدام سونيا، كنا نحكي على الأعراض وعطينا شوية من الأعراض، أبرز الأعراض اللي هما يظهروا على الشخص اللي يعاني من الاضطراب هذا. حبيت نسألك في أم عمر، هل أنه فما عمر معين وإلا ينجم يلامس الاضطراب هذا للفئات العمرية الكل؟ به الاضطراب هذه نكتشفوه خاصة في مرحلة المراهقة، يعني من فترة المراهقة من فترة البلوغ إلى الحدود 20 سنة، دونك باش يظهر المرض هذايا. هو مش يظهر، خاطر قلت لك ديجا نجم يكون ديجا موجود ما نحن مش واعيين به اللي هو اضطراب. فيقع تشخيصه خاصة وتتفاقم العلامات نتاع الأعراض نتاعو في عمر المراهقة اللي يتزامن معاه 18-20 سنة. به هذا بالنسبة للعمر، كيفاش نتعاملوا احنا اليوم خاصة نتصور فترة المراهقة والاضطراب هذا، فباش تكون معناتها هذاك علاش ساعات ما نفيقوش على بكري اللي هو اضطراب، معناها مش على أساس كونها معناها من خصوصيات مرحلة المراهقة، فنخلطوها بالاضطرابات المزاجية الهرمونية. على خاطر نعرفوا نحن في فترة المراهقة عند البلوغ دونك فما إفرازات هرمونية اللي هي تعطي جوستومون تقلبات مزاجية، لكن نحن قبيلة ونأكدوا ونعاودوا اللي كي نحكيوا على التقلبات المزاجية نحكيوا على تقلبات عميقة مزاجية، معناها وفي نفس الوقت وفي نفس الفترة، معناها تلقاه توا دقيقة من زمان كان يضحك وشيخ ويلعب وبعد فجأة يكتئب، نجم حتى تجي حتى نوبات متاع بكاء أو غضب أو غيرها اللي هي باش تعبر جوستومون عن المزاج اللي وقتها هو يحس فيه. به انا نسالك لهنا مدام سونيا، الشخص اللي باش يعاني من اضطراب من النوع هذايا ويكون معناتها حاد جدا وقت اللي يحكيوا على مراحل متقدمه من الاضطراب هذايا، النوبات هذوما مثلا تاع البكاء، كيفاش ينجم مثلا يقرا ولا يخدم، كيفاش ينجم يمارس حياته العاديه ويتعايش، خليني نقول ولو انه يظهر لي في فترات متقدمه من الاضطراب هذايا، فتره التعايش مع الاضطراب هذايا باش تكون صعيبه. صحيت سوار سؤال في محله، معناها نوصلوا نحن حتى فما تلامذة اللي نجموا يعانيوا من الاضطراب هذايا فينقطعوا عن الدراسة، خاطر قلنا قبلنا وذكرنا من بين الأعراض فما مشكل متاع التركيز والانتباه وفقدان النشاط اليومي. معناها نجم نهار يمشي ونهار لا، وينجم يدخل الحصة ويخرج منها خاطر ما ينجمش يواصل التركيز ولا فقد النشاط متاعه، وإلا تقلق وإلا مزاجي مع الأساتذة في معاملته مع أساتذته مع أصحابه، فيقع معناها لا يقع قبوله حتى في المجموعة اللي هو ينتمي لها لأصدقاء اتسيتيرا، دونك باش يواجه برشا مشاكل خاصة صد من قبل المجتمع اللي هو عايش فيه والعائلة، فبفو الإحساس اللي باش يحسه هذاك باش يزيد يخلي كونه يعمق الانقلابات المزاجية، فيحبذ كونه ينسحب باش ينجم على الأقل ينجم يبعد خاصة من العوامل اللي تنجم تحطه في نوبات أكثر من نوبات اللي يعاني فيها من جراء الاضطراب. في الحالة هذه شنو التصرف السليم اللي نجم تعمله مثلا العائلة وإلا المقربين من الشخص هذي اللي بش يلقى مشاكل مثلا في خدمة وإلا في قراية، كيفاش نجمه احنا نتصرفه معه باش نخليه يكمل يواصل يعيش حياته معناتها بطريقة مش باش تكون طبيعية، ولكن على الأقل ما نحكيش على انقطاع من الدراسة وإلا أنه يغادر العمل بتاعه. هو مهم جدا سوار كيف أي اضطراب أو كيف أي مرض نفسي هو المواظبة على التداوي. على قد ما هو معناها يتبع معناها العلاج متاعه كسواء عن طريق الأدوية أو من عن طريق المعالجة النفسية، فهو شنو بش يعمل الأدوية هذيك أو العلاج النفسي شنو بش يعمل، هو بش يحاول يحد من نوبات اللي نجم يتعرض لها المريض، يعني باش تكون اقل حده. صحيح، دونك باش نحاولوا نلعبوا جوستمون على اكل تدفق نتاع الهرمونات اللي باش تعطي مشاعر كسوا مشاعر سلبيه او ايجابيه، باش نزم على الاقل المزاج نحاولوا لو ماكسيموم باش يستقر. هو ما نجمش يستقر 100% خاطر في حد ذاته هو اضطراب، ولكن حتى من نوبات تقل الحده نتاعها، حتى من نوعيه الاضطراب تقل الحده نتاعو، هذاك هو أهم حاجة خاصة في التداوي. يعني باش نخلطوا الوقت اللي يولي المريض نجموا نتفهموا في وضعيات معينة، قد ما يكون هو واعي بوضعيته وعلى قد ما يكون المحيط فاهم والطبيب اللي قاعد يمشي له يبشر فيه قاعد يفسر للعائلة الاضطراب هذا، خاطر مهم جدا التشاركية في الخطة العلاجية النفسية. اش معناها تشاركية؟ هو ان فان دو كونت باش يعمل اون ثيرابي فاميليال،
مش في المضمون وفي المعنى الصحيح للثيرابي فاميليال اللي هي المعالجة النفسية للعائلة، ولكن هو أكثر انخراط العائلة في الخطة العلاجية. معناها باش يعاونوا باش يحاولوا يتفهموا في وضعيه معينه باش يفيقوا اسكو هو قاعد يخوف في دواه والا لا، خاطر ساعات تفيق لو فات ينقص معناها تعاود يرجع للنوبات نتاع التقلبات المزاجيه نفيقوا اللي هو كلكو بار ماهوش قاعد ياخذ في دواه والا مثلا كي ميمشيش للحصص المعالجه النفسيه كيفاش ينجم يفق، خاطر هو عنده برشا فقدان الثقه في نفسه زاده على خاطر في ما نجمش يحقق نجاحات، ما قلنا على خاطر النشاط قله النشاط وقله التركيز يخليكم نجم ينخرط في المهنه نتاعو، ما نجمش يعمل مشاريع، ما نجمش يقدم في حياته كسوة دراسيه او المهنيه، فيأثر مباشره على ثقته في نفسه وتثمين ذاته. نحن باش ما نزيدوش نعمقوا اكثر المشكل، فيلزمنا الكلنا نحاولوا ديما نشجعوا نحاولوا حتى بالنسبه للاطعمه اللي ياكلها تكون اطعمه فيها نسبه كبيره من الفيتامينات باش ينجم يحافظ على الاقل على النشاط نتاعو اليومي. دونك هذا الكل يدخل جوستومون في المنهجيه للتداوي من الاضطراب هذايا. باهي، ولهنا الشخص اللي يعاني من الاضطراب هذا باش يتلقى العلاج بالادويه مثلا ينجم يواصل حياته، ينجم يقرا والا يخدم وقت اللي كيما تقول انت مدام سونيا باش تكون معناتها التقلبات باش تكون اقل حده. يعني باش يواصل ينجم يقرا خير من انه مثلا يكون مصاب بالاضطراب هذا ومش يتلقى في علاج. فما فرق معناتها في وقت العلاج باش يكون الشخص ينجم يتعايش، ينجم يقرا، ينجم يخدم، ينجم مثلا يعمل علاقات اجتماعيه. صحيح. هو راهو مهم، نحن ما على خاطر مجتمع يرفض الصحه النفسيه، اما راهو في مجتمعات متقدمه الاصحاب الاضطراب هذوما معني المرضى بالاضطراب هذوما راهم يقولوا للمحيط اللي هما فيه اللي هو عنده الاضطراب هذاك ويفسره لهم باش هما مهم جدا في الخطه العلاجيه باش ينجموا يتفاهموا باش ما يقعش صدوا باش يقع قبوله بالكلمه التقلبات المزاجيه هذيك ونفهموه ونفهموا النوبات اللي تصير له، خاطر نحن ديما ناخذوها على اساس شخصي حاجه شخصيه مادام تبكي قدامي ولا كل حده في الانقلابات سامحني التقلبات بلوتو التقلبات المزاجيه ناخذوها على عاتقنا نحن كشخصي كانه مستهدفك انت كانه متغشش راهو متغشش عليك انت كان صحك برشا زاد راهو صحات واحد يفهمها عليه هو وعنا برشا المصطلح نستعملوه في نقربوه للتربيه مش متربي ما ربيهوش بالقديم ما ندر شنو. دونك نحن عندنا معناها الله غالب مجتمعنا يفقر لثقافه الصحه النفسيه للاسف، معناها ليزي ما عندناش الثقافه نتاع الصحه النفسيه وزيد ما عندناش الجراه باش نواجهوا هالصحه النفسيه. مش معناها انا اليوم كي نحكي عليه الاضطراب هذايا ظهر لي سوار مش نحكيو عليه من فراغ، اكيد نحكيو عليه ساعه اولا على خاطر تزامنا لليوم العالمي لاضطراب ثنائي القطب اللي هو البارح 30 مارس هذايا معناها حاجه عالميه موجوده معناها في الدنيا، وزيد على خاطر نحن اليوم معناها نحكيو فيه على خاطر في تونس عندنا نسب من الاشخاص حاملين الاضطراب المماثل هذا. اكيد دونك مهم جدا مهم برشا كنصوتوا عليه الضوء ونجموا راهو يكونوا حتى عندنا افراد في العائله تو نحن نحكي ونجموا فما برشا عباد يسمعوا فينا يلقاو رواحهم في اللي كنا نحكيو فيه، ولكن زاده ما ندخلوش في الـ في الـ في الـ في الكاركتير هيستيريك. اش معناه ما تدخلوش في الهاستره نتاع قوله انا هاو ساعات تجيني ساعات نبدا نكون فرحان وبعد فجاه ننقلب ولا مش يطلعش انا عندي المرض هذاك. دونك ردوا بالنا باش ما ندخلوش في رواحنا معناها كل تهلويس الوسواس هذاك والكل، خاطر راهو احنا المزاج نتاعنا راهو مانيش ما عندوش تيليكوموند نتحكموا فيها ما توا باش نضحك توا باش نطش توا باش برشا حاجات. صحيح، دونك مرتبط بعوامل واسباب قدامك واضحه تفسر لك المزاج اللي انت فيه، فراك انسان طبيعي يعني عادي انت حاجه باش تغشك باش تغش عليها، حاجه عادي حاجه باش تفرحك باش تفرح بها، اما اللي مش عادي اللي نفس الحاجه اللي سوبوزي تفرحك تلقاها تفرحك دقيقه هذه وبعد اوتوماتيكمون باش تنقلب الى المجاز والا يبدا ما فماش سبب والا ما فماش جمله سبب مفسر او مقنع للانسان المقابل او للطرف المقابل اللي هو يفسر هك الوضعيه المزاجيه اللي هو فيه. دونك ردوا بنا باش جوست حبيت نخلطوا ما بين العادي والمرضي. دونك يعني باش الناس اللي يسمعوا فينا يفهموا علاش وكيفاش ووقتاش تعرف اللي انت تعاني من الاضطراب هذا وقتاش زاد نحكيوا على المزاجي. فما برشا اضطرابات وانا ديما نقولها مدام سونيا واحنا حابينا في منتدى الحياه كل مره نحاولوا ناخذوا اضطراب من الاضطرابات هذايا ونفسروا. فما برشا اضطرابات اخرى مازلنا احنا ما حكيناش عليها ولكن يصير خلط عند الناس مثلا السكيزوفرينيا فما برشا يقربوها شويه لل
الاضطراب هذا. يقولوا انه البيبولير يقرب شويه من الانسان اللي عنده اللي يعاني من السكيزوفرينيا، يقربوها للمزاجيه، يقربوها للاكتئاب. معناتها من كل اضطراب ياخذوا شويه. هذا يرجع كما قلت انت للفقر في الثقافة النفسية خاصة والثقافة الصحية اون جينيرال. شنو نجمو نفسروا للعباد والا شنو نجمو نعطيهم الفرق ما بين السكيزوفرينيا والثنائية القطب؟ باهي، ثنائية القطب كيف ما فسرت سيادتك قبيلة سوار، اللي هو جاي من التابلو كلينيك المرض الكبير اللي هو تحت خطاء الاكتئاب، دونك هو جي نوع من انواع الاضطراب الاكتئاب. ولكن لاسكيزوفرينيا، سكيزوفرينيا هو مرض وليس باضطراب، هذه في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية اللي هو ستون مالادي انفكسيوز، معناها سمحني في المصطلح ما لقيتوش بالعربية، دونك التهاب، فوالا. دونك هو مرض التهابي يمس جزء من الدماغ اللي هو مسؤول على الذاكرة، خاصة الذاكرة طويلة المدى، اللي هو يتسمى بالمصطلح الفرنسي البلاصة اللي يجي فيها سكيزوفرين، اللي هي ليبوتالاموس، فوالا. دونك هو ينجم يمس جوستمون الذاكره، دونك ما عنده حتى علاقه بالمزاج، هو عنده علاقه بالذاكره. كيفاش ما ينجمش يتذكر؟ معناها هو درجات، اذا سمحني، هو درجات السكيزوفرينيا هي درجات، مرض السكيزوفرينيا انواع، دونك فيه برشا انواع. انت والعمر نتاع المريض وقتاش مرض به داكوردو، ينجم زاد يكون فيه وراثي، تتخذين كان تحب نخصوا له حصه لوحده. الفرق الفرق هذا اضطراب وهذا هذا مرض. هذا مرض، هذا اضطراب تحت غطاء الاكتئاب، والاخر مرض تحت غطاء الالتهابات اللي تمس الذاكره بالضروره، اللي تمس الدماغ. به هذا يا مثلا معلومه للناس اللي يسمعوا فينا ان شاء الله تكون تكون واضحه. هذا الفرق معناتها، خاطر احنا عاده مدام سونيا وكيما قلنا احنا وقت اللي حكينا على اضطراب التوحد وحكينا على برشا اضطرابات اخرى، ساعات مثلا وحكينا زاد وقت اللي حكينا على الصحه النفسيه وقلنا ساعات وقت اللي يبدا انسان عنده مشاكل نفسيه كاينها نعت، معناتها نتعاملوا ساعات مع الامراض، مش حتى الامراض النفسيه كاو حتى الامراض البدنيه، نتعاملوا معها كاينها نعت والا كاينها عار والا كاين، ما نحبش نقول كيما السبة، معناتها وقت اللي باش زوز يبداو يتعاركوا يقولوا انت مريض نفساني، هذه حاجة نسمعوها اللي هو في الشارع التونسي. هذا يرجع لعدم الدراية بالامور، واللي هو ساعات الحقيقة يزيد يأزم من نفسية الشخص اللي يكون حامل الاضطراب هذايا ومتفاهم معناتها وحابب انه يتعايش معاه وقاعد يفهم فيه وقاعد يتصالح معاه، يزيد المحيط الخارجي يزيد يكمل يأزم عليه، يأزمه معناتها يزيد يكمل عليه كما نقولوا احنا بالدارجة. هذا شنو حبيت النقطة اللي حبيت نأكد عليها، وزيد أكثر من هكا سوار، راهو الأمراض النفسية كيف الأمراض الجسدية، معناها كل يوم نكتشف مرض جديد، كل يوم نكتشف حاجة جديدة، كيف الأمراض النفسية، كيف مثلا كورونا، توا كورونا معناها هو فيروس اكتشفناه مؤخرا، شوف شو عمل فينا. أما ذيك على خطر راوه بعين مجردة، معناها نجمو نعملو تحاليل، نجمو نقيسوه، نجمو نعملو تيس باش نشوفو روحنا بوزيتيف نيجاتيف اتسيتيرا، وفما أدوية وفي أوقات معينة اختلطنا برشا على دويات والتخيتمون اللي نوصلنا الفاكسا. لكن المشكل ما نعطيوش نفس القيمة للأمراض الجسدية كيف ما نعطيو نفس القيمة للأمراض النفسية. صحيح، راهو ديجا فما مرض جديد نفسي اللي هو اسمه تأثيرات ما بعد كورونا. فما عبيد ديكلانشيت عندهم امراض جوست بعد جائحه كورونا، ظهرت امراض واعراض معينه نتاع امراض معينه نفسيا من جراء جائحه كورونا، خاطر خذوها على اساس صدمه. صحيح، دونك خذا فيروس كورونا على اساس صدمه، ومن خلاله ولات عنده مشاكل على صحتهم النفسيه. دونك اليوم يلزمنا معناها ولينا في ضروره، ما عادش ولينا في اختيار، ولات حاجة ضرورية كون نحن ننفتحوا على الصحة النفسية، نثقفوا رواحنا على الصحة النفسية. راو كي نقولوا نثقفوا مش معناه انت غدوة باش تولي مختص نفسي او باش تولي طبيب نفساني، لا، نجموا ناخذوا الا على غالب معناها الفقاع اللي قاعدين يطلعوا على اساس التنمية البشرية، راو التنمية البشرية محلاه الكلام تنجم تسمعوا هكا وينجم يرتحك الكوبا، لكن فما فرق، ما عنده حتى علاقة بالعلم. هذاك اش حبيت العلم لكو. حاجة والتنمية البشرية صحيح. هي شابيتر آخر واحد شابيتر مو خطر مهم جدا، خاطر سيغتو اليوم في ولاية القيروان ولا مسكين اللي عنده حتى اضطراب الاكتئاب يمشي هذاك مختص التنمية البشرية. من أول الحصة قلنا راهو أهل الاختصاص خاصة في الأمراض النفسية والاضطرابات. سامحني سوار هذايا رأيي وأنا نعبر عليه، لا 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 أنا نفسر لأنه خاطر بالحق معناتها
فما برشا اضطرابات نفسيه ومشاكل نفسيه ما تنجم يفهمهم وما ينجم يشخصهم كاين اهل الاختصاص لانه مش سهل اليوم باش تشخص اضطراب من نوع هذا بالخطوره وبالحده اللي فيه ما ينجمش اي شخص يعطي وفما حتى ريسك كبير كونه نحن ان الناس الغير المختصه نجم تعمق المشكل صح يتعمق المشكل نتاع المرض اللي يعاني منه يعني الإنسان. في عوض انت تقوم بالتشخيص المبكر تزيد تكمل نجم يتعمق تزيد الحده نتاعو ونجم يكون فات الوقت نتاع انت باش تعهد به من الاول معناها برشا يمكن بتدخل ندخلوا في حاجات كل مرض وكل موضوع مش حتى مثلا في الصحه النفسيه ولا الجسديه فما برشا قطاعات عندهم اهالي الاختصاص نتاعهم يظهر لي هما الاولى وهما اهل الذكر اللي نجموا نرجعوا لهم في مختلف المواضيع مهم جدا حتى قاعدين نعملوا فيه يدخل في نشر الثقافة متاع الصحة النفسية لفت اليوم نحن نحكيه على أمراض موجودة لكن ما عنا اليوم حتى فكرة للأسف ديجا نحن قديش مرة كي نعملوا ميكرو تروتوار ونسألوا على اضطراب معين أو مرض معين معنى يخلطوا الناس برشا ما بين حتى التسميات يتلقاهم يخلطوا يا ما عندهمش انفرماسيون ولا يقولك شنو الموضوع هذا اللي تحكي لي عليه وبرشا اليوم للأسف شنو هذايا وما لقيتش على شنو تحكي واحنا وين وانتم وين وانت تحكي لي على موضوع كيما هكا معناتها فما أهم فما مشاكل اقتصادية واجتماعية وما إلى ذلك ولو أنه إنا اليوم نعود نقولها مثالش بالمناسبة راهو اليوم المواضيع هذه فما برشا ناس قاعدة تعاني ومعناتها ونسطر على كلمة تعاني من الاضطرابات على اختلافها وعلى تنوعها ذلك علاش احنا اليوم كإذاعة للصحة نحاولوا نسلطوا الضوء على الاضطرابات هذه ونحاولوا نوعيه قدر الامكان كمل مدام سونيا كلمتك به دونك كيف ما قلت لك دونك مهم جدا اليوم معناها باش الناس توعى بهالمعلومات هذه زيد حاجه اخرى سوار نحن كيف ما قلت لك معناها الهدف نتاعنا هو نشر ثقافه الصحه النفسيه في وسط مجتمع معناها عنده خصوصيته كيف مجتمع اهل القروان المجيده دونك مهم جدا اليوم نفهموا الحاجات هذوما باش النجم هو شو معناها انا به هاني عرفتش معناها الثنائي القطبي شو نعمل به انا هذا تعمل به هذا مثلا نجم اي حد صحيت انا مثلا نعطيك الاجابه نجم تكون انت في محيط ويجيب معاك معناتها في نفس المحيط صحيت. انسان يعاني من اي اضطراب من اللي احنا كنا نحكينا عليهم ولا باش نحكيو عليهم في المستقبل صحيت. فانت وقت اللي تعرف كيفاش تتصرف مع الانسان هذاك ديجا انت حميت روحك وحميته هو معناتها كشخص يعاني من الاضطراب هذاك تصرفت معاه بالباهي ما زدتش على حالته وفهمته وانت تكون مستوى مش بالضرورة باش تعرفوا باش تحط المعلومة ذيك في القجر صحيت يعطيك الصحة هذا الهدف هتنعطيك الهدف الباطني هو تقبل الاختلاف فوالا دونك انا كي نتقبل انا كي تقبل اختلاف الانسان هذاك مش بالضروره معناها كنا كي نبداو مختلفين معناها كنا حاملين اضطرابات او امراض نفسيه كل واحد عنده اختلافات لكن فما حاجات تجبد خاطر فو الحده نتاعها تو مش كيف ما قلنا كل ساعه وعلمها كيف ما يبدا عنده تقلبات مزاجيه في اضطراب ثنائي القطب معناها يبدا ظاهر الانسان اللي عنده يمشي ويجي ما بين زوز انواع من المزاج بطريقة غريبة وبطريقة سريعة ونسق نتاعها سريع جدا تكون عندي فكرة نقول ينجم يكون خاطر ما نجمش نعطيو دي زيتيكيت هكا كان نحطوها على عبادك هو متقلق شوية نقول هذا بيه هذا عليه هذا على الأقل نقول راهو كل إنسان هذاك أكيد عنده حاجة ونحن بيدنا كيف ما قلت لك زاد الانسان زاد يكون واعي بالحاجات اللي قاعد يقول فيهم فلو فات باش يدخل يخدم مثلا في وسط مجموعه باش يخدم في بلاصه معينه راهو من حق المشغل باش يعرف اللي الانسان هذاك عنده حاجه معينه والشاغل زاد ياخذ فيها حقوق راهو حقك باش انت تخدم في بلاصه والا في وسط مؤسسه اللي هي اولا ساعه تحمي بها روحك وتحمي بها غيرك هذه هو اهم حاجه نجمو اليوم نحكيو فيها باهي مدام سونيا مازلنا مواصلين معاكم النقاش مازلنا باش نواصلوا معاكم باش نحكيو اكثر على موضوعنا لليوم ما تبدلوش الموجه خليكم برونشي ديما على 93 احباب كل مستمعي الحياه تفا مرحبا دونك مدام سونيا اضطراب ثنائي القطب اليوم حتى كي نسالوا الناس في الشارع فما شكون يقول الاكتئاب فما شكون يقول عليه تقلب مزاجي فما شكون يقول عليه حاله ظرفيه فما شكون يقول حاله مزمنه يعيش بها الفرد طيلة حياته خلينا نصلحوا احنا المفاهيم الغالبه هذيا تعريفنا للاضطراب هذا يا مدام سونيا هو اللي كنت تحكي فيه سوار فيه جانب صحيح فيه جانب مصحيح اي ديجا هو اضطراب وليس بمرض دونك اضطراب اما الخصوصيه اللي في الاضطراب هذا اللي هو ينجم يكون مزمن
دونك علاش؟ على خاطر كيف ما اي اضطراب فيه درجات، دونك نحن والمقياس نتاعنا شنو باش نتحصلوا على انا درج عندنا من الخفيف متوسط فعميق فشديد. دونك هذاك علاش كي يبدا عميق فشديد دونك يكون مزمن، يكون اضطراب مزمن. هو قبل كان تسميته، وقبل ما يتفق العلماء على تسميته دونك اضطراب القطب ثنائي القطب، دونك كانوا يسميوه بالاكتئاب الهوسي. علاش؟ على خاطر فيه برشا جانب من الاعراض، الاعراض الهوس والهوس العميق. دونك هذاك علاش كانوا تسميته كانت القديمه هو باكتئاب الهوسي، ومن بعد تطور على خاطر زدنا دققنا فيه الاضطراب هذايا من التجارب وعلى الامراض جوستومون والاعراض نتاعو، فاتفقوا العلماء الصحه النفسيه على تسميته دونك اللي هو ثنائي القطب، اضطراب ثنائي القطب. وهو جاي من التابلو كلينيك نتاع الامراض الاكتئاب، اضطراب الاكتئاب. دونك هو درجه أو نوع من أنواع اضطراب الاكتئاب. دونك عنا اضطراب الاكتئاب بصفة عامة، منه من الأنواع اللي في اضطراب الاكتئاب نلقاو اضطراب الثنائي القطب. إن شاء الله تكون مفهوم واضحة الفكرة خالية. يعني احنا نحكيو على اضطراب الاكتئاب اللي هو تتفرع منه الاضطراب هذا، صحيح. علاش؟ على خاطر فيه برشا أعراض من اضطراب الاكتئاب موجود في ثنائي القطب. أما في شنو يختلفوا؟ في شنو يختلفوا؟ يختلفوا في الانتونسيتي متاع الاموسيون. شو معناها؟ معناها يختلف في مدى اضطراب المزاج. شو معناها؟ معناها نلقاو إنسان، علاش احنا قلناه ماهوش مرض، دونك هو اضطراب، خاطر كان جاي المريض راه المريض نلقاوه راقد في الفرش ولا اسم الله عليه في سبيطار. دونك لكن نجم يتعايش به المرض هذا اذا هو جوستومون يواظب على حصص المعالجه النفسيه والادويه اللي ياخذ فيها، فينجم يتعايش في محيط عادي. ولكن خصوصيه الاضطراب هذايا اللي هو يمس المزاج بدرجه اولى، معناها تلقاه فترات يحس بالنشوة وبالابتسامة وبالابتهاج بطريقة عميقة جدا، معناها ما هيش متوازنة مع الوضعية اللي هو فيها. اش معناها؟ معناها انا مثلا مش نحكي لك حكاية هكا ضحك شوي، دونك في عوض باش تضحك معناها اللي يلزمك تضحكوا تنش تقعد نهار كامل تضحك على الحكاية هذيك، لكن مش نهار، لو كنقولوا معناها فترة كبيرة، معناها تقعد في الحالة هذيك أسابيع مش متاع نهار واثنين ولا فترة صغيرة. علاش قلتك هو فيه درجات؟ وكيف كيف تلي يحس بالإحساس الحزن والاكتئاب، يقعد فك الحزن هذاك متزامن معاه فترات طويلة من الزمن. معناتها مدام سونيا ما يسيطرش على المشاعر متاعه، صحيح. المزاج هو مش المشاعر، هو المزاج يعني. المزاج أكثر هو اللي يولد جوستمون المشاعر. فنجم يكون مزاج ويكون مزاج إيجابي، فجي منه جستمون أحاسيس إيجابية، وينجم يفيق بمزاج سلبي فتنتج عنه أحاسيس سلبية. يعني هذا الفرق بينه وبين الاضطراب الاكتئاب وبين زادة تقلب المزاجي، اللي ساعات احنا نوصفه حتى اللي عنده اللي يعاني من الاضطراب هذا ساعات نقوله مزاجي. اما هو بعيد شوية عن المزاجي، خاطر نحن المزاجية على شنو تلقاه مثلا نهار ولا اثنين ولا على خاطر فما سبب خلاه في المزاج هذاك، كسوا المزاج الباهي والا الخايب، لكن هذه من غير اسباب. يعني المزاجية عندها اسبابها، ولكن اضطراب ثنائي القطب هو اضطراب جوستمون، دونك اضطراب في المزاج على خاطر ما عندناش سبب واضح هو بخليفك المزاج هذاك سواء ايجابي او سلبي. به احنا مازلنا باش نرجعوا معاك مدام سونيا باكثر تفاصيل. موجز الاخبار مع زميله سيام حمدي، نرجعوا لكم ما تبدلوش الموجه، خليكم برونشي على 93. مطيفة و 42 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. بدينا نوصل معاكم الختام حصتنا لليوم لمنتدى الحياة، بدينا معاكم المشوار من ماضي ساعتين. موضوعنا لليوم كان اضطراب ثنائي القطب، حاولنا معاكم نناقشوا هالموضوع هذايا من جميع الجوانب نتاعو، استعرضنا الأعراض كيفاش يلزم يكون التشخيص مبكر أكيد في مختلف الاضطرابات وحتى في الأمراض. التشخيص المبكر هو اللي ديما على الأقل يحمينا من التكلفة نتاعك العلاج اللي من بعد وإلى
المشاكل اللي تنجم تصير خاصة في الاضطراب كما هكا، على الأقل الحدة متاع الاضطراب هذا تكون أقل. وصلنا مدام سونيا معاك في آخر الحصة، شنو الكونكليزيون اللي نجم نخرج بها وإلا نصيحة اللي نجم نقدموها للناس اللي يسمعوا فينا اللي يعانيوا من الاضطراب هذا وإلا العائلة والمحيط متاع الأشخاص هذوما، كيفاش ينجموا يتصرفوا معهم، كيفاش ينجموا يعاونوهم، كيفاش ينجموا ما يزيدوش عليهم أكثر. به أنا بتدخل حاجة اللي حبيت أن نسلط عليها الضوء، وخطر في الأوف كنا نحكي ودونك فما برشا نقاط جات على بالي، اللي هو يلزمنا نعرف نفرق ما بين اضطراب المزاج وبين اضطراب ثنائي القطب. خطر اضطراب المزاج هو فقط يمس كان المزاج فقط، أما فيهش تقلبات. معناها تقلبات، معناها مش في نفس الوقت يحس بالباهي والخايب، معناها نجم اليوم يصبح لاباس وغدوة معناها تكون مزاجه عادي ومستقر ومتأقلم مع المجموعة اللي هو فيها، ومن غدوة يصبح عنده مزاج سلبي أو مزاج إيجابي. اضطراب ثنائي القطب تقلب مزاجي حتى في نفس اللحظة اللي هو فيها، معناها فيهم حدة تخش عليها كريز، هي تجي كيف الكريز تجي، دوك يضحك ويبكي ويدخل بعض، وخاصة في المزاج متاعه. هذاك عشان نحكيه على التقلبات المزاجية في اضطراب ثنائي القطب. دوك حبيت جست نعاود نعرج على النقطة هذه باش نكون فاهمين بالباهي. بيان سور اضطراب المزاجي ما يدخلش تحت الخطام تاع اضطراب الاكتئاب، دوك ما نلقاوش الاعراض اللي حكينا عليهم قبيله في اضطراب ثنائي القطب، دوك نلقاوه فيت اضطراب ايزولي وحده، يهتم كان يمس كان مزاج فقط نتاع الانسان، ما يمسش حاجات اخرى كيف ما مثلا اضطراب ثنائي القطب اللي نلقاو قلنا معناها مشاكل في النوم، في الماكله، في النشاط، في التركيز ايتترا، وفي الثقه بالنفس اكيد. دونك المهم جدا ينجموا نخرجوا به حصة اليوم اللي ما يلزمناش كي نتعرفوا على اضطراب معين نحاولوا نعموه حتى في رواحنا ردوا بينا، وهذه ديجا في حد ذاتها حاجة غير إتيقية غير إنسانية. كون جي إنسان مثلا تلقاها سبحان الله معناها في لحظة تقلب متقلق باش تقول له اسمع أنت عندك اضطراب الفلاني ردوا بينا، أنت مريض بك المرض هذاك، صحيح أنت تعاني من الاضطراب. هاني سمعت يحكيوا هكا وديجا احنا اضطراب ما عنيش راهو كلمة اضطراب كلها أمراض، صحيح كلها أمراض عنا نحن، أنت مريض وسختون. بتدخل نجم نعطيك مثال صحيح برشا واللي قاعد يصير اليوم في مجتمعنا، اللي مثلا ساعات كيبدا عنا صغير تبارك الله عليه نشط، عنا الكلمة ما شاء الله معناها انت هايبر اكتيف، راه رد بكم راه الإفراط في النشاط والحركة في حد ذاته اضطراب. نقولوا علاش ما نقولوش تبارك الله ودي ناشط، علاش لازم نقولوا اي هايبر اكتيف؟ معناها زعما خاطر الهايبر اكتيفيتي كلمه بالفرنساويه ومصطلح هكا علمي معناها نتفخروا باش نقولوا، ردوا بالكم راه هذاك عنده انعكاس سلبي على الانسان اللي باش تقتنعتوا بالنعت العلمي هذاك سورتو كي بدا فاهمه. صحيح، وهذه برشا سلوكيات غالطه يعملوها برشا افكتيفمون، خاطر ايتيقيا اون با الدوا دو دوني دي زيتيكيت، ما عندكش الحق باش تحط تيكيت تاع امراض او اضطرابات معينه على ناس وانت هناك من اهل الاختصاص، وحتى حد ما دق عليك الباب وقال لك قولي عندي اضطراب او امراض. وهذه مثلا احنا نحكيو في الكلام هذا باش الناس كل تراجع رواحها، اللي يعمل في التصرفات هذيا ما غير ما يقصد، خلينا ديما نمشيو بسوء النيه ولو انه ساعات فما معناتها خلينا نقولوا بالتونسي تكوليف، انت حاجه معناتها ما فماش علاش باش تسمي الحاجات باسماء اللي هما يكونوا غالطين. نحاولوا مثالش نفرقوا، اذا كان باش نجم الانسان هذاك باش تعاونوا باش تعاونوا، ما تنجمش تعاونوا كان في الفايده نتاع باش تقدم له الاضافه اللي هو شنو اللي تحاول تتفهم وتتفهم المرض اللي عنده. مهم جدا زادا نحن كعائله كي نسمعوا بحد عنده الاضطراب هذاك نتمعنوا ناخذوا معلومات باش خاطر قد ما نفهموه قد ما نجموا نعاونوه. مهم جدا زادا احتضانه، ما تخليهش وحده، مش على خاطر هو عنده اضطراب نفسي معناها كهو بسم الله عليه كلاسيني في خانه المصطلح اللي انا نكرهه جدا ما نحبش نستعمله اللي هو مهبول. ليه راهو راه امانك معناها نحن فين والمصطلح هذا وين معناها؟ ليه راهو اضطراب كيف اي اضطراب اخر، مرض كيف اي مرض اخر، صوف الاعراض تختلف، فما اعراض جسديه فما اعراض نفسيه وفما دواء والحمد لله. توك نحكيو فيه اليوم راهو الموضوع اللي نحكيو فيه اليوم اضطراب ثنائي القطب راهو معناها عنده سنوات والاف السنين موجود معناها، فما بحوثات معناها بحوثات لا تحصى لا تعد في المجال هذايا باش وصلنا لليوم
ونجموا نعرفوا الانسان اللي عنده اضطراب هاو الاعراض نتاعو اللي كنا نحكيوا عليهم، هاو الاسباب، هاو منين جاي، هاو عند شكون نلقاوه، وهاو كيفاش طريقه التداوي. معناها ما جاتش هكاك محلاها سهله باش نحكيوا فيه، معناها اكيد فما ناس بحثت وراه ومعناها علماء ومرضى وطوعوا باش نجموا نطوروا جسم المفاهيم اللي عندنا. فمهم جدا على الاقل احترام الذات والذات البشريه، كنا نحنا ما نعطوش هكاك الكلام هذا، ما نستعملوهش هكاك في المطلق في حاجات معناها ساعات حتى بأسلوب الفضل كان بدأوا نقولوا فيها، راهو ينجم يكون عنده انعكاسات سلبية وخطيرة جدا جستمون على الإنسان. ساعات ونحن في جستمون في وضعية فضلك نقول كلمة ويطلع فينا في المجموعة شكون عنده غير مول مشكل هذا، فشنو بش يكون جستمون إحساسه أو معناها كيفاش بش يخذها معناها الإنسان هذاك، رؤيته الروح وقبل رؤيته للناس اللي كان يثق فيهم، اللي كان يحبهم، اللي كان يتفاعل معاهم، اللي كانوا أصدقاء كانوا مقربين لي، دوك شنو إحساسه في الموقف هذاك، كيفاش بش تكون ردة فعله، خاطر ساعات نجم تكون ردة فعل غير منتظرة. صحيح. دونك وقداش من مره نسمعوا اللي فما ناس عندهم اضطرابات الذمة، معناها كانت معناها سلوكهم بتتخ عدواني او اندفاعي، على خاطر احنا مش قاعدين نشوفوا في الاسباب اللي وصلتهم للسلوك هذاك، نحكي وكان عن نتائج مالوغوزمون. دونك راجعوا شويه انفسنا، ميساج نثقفوا ثقافه باهيه، اما يلزمك توظفها في التوظيف الايجابي وليس في التوظيف السلبي. يعطيك الصحه مدام سونيا على النصائح الذهبيه اللي قدمتهم لنا اليوم. حكينا معكم على اضطراب ثنائي القطب. اذا كان فاتكم اي فيديو ما بديتوش معنا المشوار من اول الحصه، ترجعوا لباج فيسبوك الحياة فهم تلقاو جميع الفيديوهات المباشره. ننصحكم تعاودوا تتبعوهم، خاصه الناس اللي ما عندهمش فكره على الاضطراب هذا، باش تفهموا من الجوانب الكل الاضطراب هذا، وخاصه الجانب النفسي اللي هو مهم برشا. احنا هكا وصلنا معكم لختام حصتنا لليوم في منتدى الحياه. نعاود نشكر مدام سونيا الأخصائية والمعالجة النفسية اللي أمنت لنا هالمعلومات هذه الكل وشرحت لنا معناتها الاضطراب هذا. يعطيها الصحة، ميرسي بوكو مدام سونيا. مرحبا سوار، كنت تسمح لي نجم نقدم معناها تهنئة بشهر الفضيل اللي جاي، دونك ان شاء الله رمضان مبروك علينا وعلى جميع أمة الإسلامية وعلى جميع أهالي القيروان المجيدة. محلاها قيروان في رمضان، ومحلها الروحانيات اللي فيها والجوامع والأنشطة الدينية، دونك ان شاء الله يا ربي يعيدوا علينا، وان شاء الله فيه مغفرة للذنوب، وان شاء الله رحمة للمفقودين، والله لا يعاود علينا غيار، وان شاء الله سنة رمضان يكون اكسبسيونيل في كل شيء، على الاقل تنحات علينا كورونا، تنح علينا برشا للتراويح. الحمد لله عندنا غيث نافع قاعد توا عنده ما شاء الله جمع أسبوع أو أسبوعين، دوك الحمد لله والشكر لله. إن شاء الله الأوضاع في البلاد تتحسن، وإن شاء الله اللي جاي خير، ديما اللي جاي خير إن شاء الله بقدرة ربي اللي جاي خير. إن شاء الله رمضانكم مبروك الناس كل اللي تسمعوا فينا، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع، سيسوا رواحكم خاصة العباد اللي قاعدين تسوقوا في الطقس هذايا. ما بقى لي كان باش نقول لكم في الأمان الناس الكل، تابعوا بقيت برامج الحياة فيم جوك على 93 من توا حتى للستة نتاع العشية. نعاود نشكر أنس الهمامي في استقبال تليفوناتكم، أمنة بوخيت في الإخراج، وسيف الدين بولعريس في الديجيتال. في الأمان الناس الكل. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.